صباح الخير حمد. صباح النور. شلونك؟ شو اخبارك؟ عساك طيب؟ الحمد لله. تاخرت عليك؟ لا اوكي، كنت قاعده اشرب كوفي ترى. ادري شفتك. شلون كوفي كان؟ والله كان لذيذ. لذيذ ما يبكك عاد وياي. ما يبتي وياي. كنت بنطلع على الهواء في البريك ان شاء الله. تنسين كله تنسين. لا ما بنساك ان شاء الله يوم الاحد. يوم الاحد. اكيد اصبح على كل متابعين مشاهدين برنامج صيف البحرين، اصبح عليكم بجمل الترحيب مشاهدينا في حلقه نهايه الاسبوع وحلقه يوم الخميس. دائما حلقه خفيفه. خفيفه وفيها فقره نحبها. اي بعدين اخر شيء عجيب. ضيف بعد يمكن مو وايد ناس شافوه لكن يستاهل يكون معانا اليوم ان شاء الله. صباح الخميس مع صيف البحرين دائما يكون مميز وخفيف، واكيد فريق الاعداد جهز لنا محطات متنوعه لحلقه اليوم. شنو مخططاتكم ليوم الخميس؟ هذه احنا مخططاتنا، قاعدين في الاستوديو راح نعطيكم شيء زين، فقرات ان شاء الله حلوه. نبتدي فقراتنا. نبتدي، ايش عندنا اول فقره؟ النخله. الله الله يا سلام، احنا حوالينا عندنا وعبد النبي دائما يعطينا اشياء جديده واشياء يونيك. هي طبعا النخله رمز حضاراتنا وثقافتنا وتمثل ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، والكثير من اهلنا عندهم ارتباط فيها. معدنا عبد النبي الجرتابي عاد لنا تقرير حول الحاج حمزه الابراهيم وعلاقته بالنخله لحوالي 50 سنه. تخيلي ما شاء الله 50 سنه. 50 سنه وهو علاقته مع النخله. خلينا نتابع. يلا مزارعنا منها رزقنا وفيها ربينا، وعلمونا آبائنا واجدادنا شلون نحافظ عليها ونصونها. ومن هذه المزارع طبعا شفنا النخلة، وهذه النخلة لها معاملة خاصة لأنها تمثل الأصالة والشموخ في مملكة البحرين. من فتحت عيننا على ذي الأرض الطيبة وإحنا نشوف الخضرة ونشم عليل المزارع، ومنها تعرفنا على أنواع وألوان أشجارنا وكل ما ينبت فوق ترابنا. أنواع وأشكال من نباتات الله أنعم بيها علينا، لكن تبقى النخلة مصدر عزنا وفخرنا لأنها تمثلنا في القوة والعطاء والصبر، والأهم إنها صارت من تراثنا وحضارتنا. الحاج حمزة آل إبراهيم الله أنعم عليه بحب التربة البحرينية من صغره، واستوطن المزارع والبساتين وتعلم خبايا وأسرار النخلة، وصار مثال بارز على استمرار الأصالة بعرق جبينه وملامح جسمه. كنت في السبعينيات، أنا شغلتي مي هذه، شغلتي أروي بالماء. بعدين ذاك اليوم الكهرباء عاطلة، وهست واحد سيد يشتغل في النخيل اسمه سيد شبر، وقال لي يلا الحين أكل ماي عاطل، تعالوا ويانا الحين. والله أعطاني الشر وشقحت وياه. هو ما شقحت شوي يعني متخوف، لا تالي صار عندي عادي. هذا في سنة تقريبا 76 كدي، من ابتديت في نخلة تالي قعدت ابتدي كامل في الكبيرة والصغيرة. أول ما هذا أشقح وأنزل عليه العدوك فوق، العدك أنزله وهو يربطه، تالي قعدت بروحي يعني أركب فوق وأنزل العدوك وأربطهم. وبعدين ابتديت في شيل الرطب، وابتديت في تالي في شيل التمر، وهذا يعني شغل الزرايع كدي. الحاج حمزة لحكاية تأسر الناظر والمستمع إلها، لأنها توصف مشاعر وأحاسيس ارتباط المواطن الأصيل بتراب ديرتنا الطاهر وما ينبت عليها.
النخلة أول ما تنزرع يعني تم بعناية، أول تم بعناية ملاحظة عن الماء يجيها واجد وتغرق، بعدين إلى كبرت شوي تعدل لها، سوي لها حوض وتعدل الحوض حتى يجيها ماء زيادة، وبعدين تكبر إلى كبرى التالي تقدر تعدلها تنظفها. أول ما تبتدي في التنظيف تشيل الشوك مالها اللي هو احنا نسميه السلة، تنظفها تخليها بارزة، وتظلها تقريبا يجي شهر واحد كده شهر ونص يصير الخلال. إلى صار الخلال تجي إليها وتنزل العدوك مالها وتربطهم، وتقريبا بعد يعني خلف الهادي تقريبا شهر واحد بعد تبتدي الصفرة أول شوي كده، إلى هي صفرة صفر، وإلى هي حمرة تصير حمرة، وإلى نضجت تالي يبتدي فيها الارطب. إلى ابتدى الارطب نقعد نشيل فيه إلى أن ينتهي الموسم. وفي قسم لا، هاي تخليه ماشي من الارطب، هاي تخليه بس حق التمر. النخلاوي الحاج حمزة تمر الساعات معاه بدون ما تحس فيها، لأنك راح تقعد مع تاريخ وتراث بحريني، تقدر تسمعه مثل صفاء صوت النهام في البحر، وتشوفه مثل قلعة وقفت بشموخ ضد كل عوامل التحديث في العصر الحالي. دائما نشوف ابداعات شباب البحرين وبنات البحرين، واليوم ما شاء الله الاستديو مزين بهاللوحات الجميله اللي بتكون بطلتها فنانه بحرينيه شابه هاويه للفن منذ الصغر، ما درست الفن اكاديميا لكنها تمكنت من وضع بصمتها الفنيه على الكثير من اللوحات الفنيه والعباءات وغيرها من الاشياء. خلونا نتعرف اكثر على ضيفتنا في الاستديو زبيده جناحي. صبحك الله بالخير، يا هلا ومرحبا فيك. صباح النور، اهلا هلا فيك. صباح الفن. صباح الفن، اشياء جميله. اي والله اللوحات الفنيه دائما احنا نكرر ونعيد ان هذه الاستوديو نحب نكون موجودين فيه، دائما في فن ابداعي صراحه. لمست في هالبرنامج ناس مبدعين، ناس صراحه اول مره اشوف اشياء تعلمنا منهم شغلات جديده. خبرينا في البدايه زبيده عن فنك التشكيلي، شلون بديتي؟ بديت في 2001 رسمت مع الوالده اول رسمه سرياليه، كانت الوالده كلها تحب ان هي تنمي فينا هواياتنا ومهاراتنا في اي شيء احنا نحبه، فشافت ان انا مهتمه في هالمجال ورسمت معي اول رسمه، ويعني عطتني تكنيكس شيء بسيط في الدمج وهاللون وخلتني عقب انطلق. ما شاء الله الوالده بعد فنانه ترسم. الوالده اي بس انها معي يعني هي عندها وايد هوايات، ف يعني مو بوايد متخصصه في شغلات معينه. نوجه لها تحيه لان هي موجوده بعد خلف الكواليس تستاهل. فنون كلها فنون. اي والله. يعني زميلي نبي نتكلم عن المدرسه اللي انت تنتمين لها، يمكن قلتي تعلمتي الفن السريالي، هل انت ملتزمه بالفن السريالي ولا تحبين تنوعين بالفنون؟ انا بديت بعد يوات اكثر شيء في الواقعي عشان ان اقدر اعطي في السريالي اكثر، يعني حبيت ان انا شوي يعني اتقن الفن الواقعي ان ارسم الشيء بالضبط نفس ما انا اشوفه. بعدين حبيت ان انا الحين توني من فتره قصيره ان ادش في السريالي عشان اقدر اعبر عن روحي اكثر، يعني اقدر اوصل رسائل اكثر. حلو. زبيده يعني شنو بترسمين لنا اليوم؟ اليوم برسم لكم ان شاء الله منظر غروب. الله على البحر. اي كلميني شويه عن اللوحات قبل لا نبتدي في الرسم، كلميني عن اللوحات. اللوحات جميله صراحه. هذه عجبتني اللوحه ومخرجنا راشد يقول انه هو يعرف يرسم نفسها. هذه اللوحه اخذت مني يومين. يومين ما شاء الله. بس يعني متقنه جدا، يمكن حتى الالوان درجات الجراي صح. صعب عليك انك ترسمين يمكن اللوحه اللي تكون كلها بلون واحد ولا تكون اسهل؟ بالنسبه لي تكون اسهل. اسهل. يمكن حتى كل لوحه لاحظتها فيها لمسه خاصه فيها صح. فيها نوع ثاني يعني دائما الفنان او الرسام اللي يجينا نعرف والله هاي رسماته كلها تكون لا طابع خاص. انت كل واحده فيها غير، يعني هل هذا شيء يميزك في هالشيء؟ ما ادري. مميز يعتبر؟
يعني بصمه مختلفه في كل لوحه ما شاء الله. واحنا احنا بنشوف البصمه اللي بترسمها على اللوحه اليوم، بترسم لنا منظر الغروب صح، وبتستخدمين الوان طبعا، وهذه اللوحه موجوده اليوم. ونبلش يلا نبلش ان شاء الله. نبتدي وياك زبيده، وقولي لنا الخطوات اللي راح تبتدينها عشان حتى المشاهدين يعرفون شلون راح تبتدين الرسمه ان شاء الله. يمكن إيمان بعد هي من الناس اللي ما بس ترسم على الورق، ترسم على الملابس صح، على يعني اشياء مختلفه غير الجدران. يعني زبيده احنا ما بنقاطعك، انت رسمي بس احنا بنسولف وياك وسالفي ويانا. الرسم على اللوحه يكون مختلف بالنسبه على الرسم لما ترسمين على شغلات ثانيه؟ هو يختلف من ناحيه خامات. يعني مع الـ الالوان اللي بستخدمها حق الخامه لازم تكون الوان تثبت في الخامه مع الغسيل ما يروح اللون، بس في اللوحه غير. يعني اقدر استخدم زيتي، اقدر استخدم الوان صح ثانيه صح، لانه بتكون ثابته، يمكن بتكون عكس ثابتة الملابس ما بتمر يعني غسيل. يمكن هذه الصعوبه بعد، يعني اكثر من فنان يونا هني وتكلم عن موضوع الالوان نفسها، اذا بترسم على الورق غير، اذا بترسم على الجدران غير، على الملابس حتى الكفرات. يعني كانت معانا يعني رسامه على الكفرات التليفون، ف كل يمكن قطعه تختلف فيها الالوان، تختلف فيها التكنيك. يلا نبتدي شكل لازم لازم هدوء وهذا لا عادي. ما شاء الله، يعني اتوقع اغلب الفنانين حمل توافقني الراي انه يحبون وقت الرسم يكون هدوء، اكيد معينه يعني عندهم وقت الرسم. دائما تشوفي الفنانين يعني اللي رسمون دائما عندهم اجواء خاصه فيهم، تكون غرفه مثلا هاديه صح، تكون الرسومات كل في كل مكان موجوده. ما اتوقع ان يمكن ميوزك خفيف بتوافقني هي، بس ما ادري ميوزك خفيفه صح. لازم شيء كذي يعني ولكن اغلب الاوقات هدوء، ما في ازعاج. يعني اذا عندك اطفال اتوقع ما ما, ما تصلح تكون رسام. على صوت الموسيقى ما شاء الله عليك. ودي اسالك بعد زبيده عن تباين الالوان، يعني احنا نشوف يمكن درجات في الالوان واختلاف يمكن في الالوان نفسها، يعني من الازرق للسماوي يمكن الازرق الغامج. هل تفكرين في الالوان هذه قبل ما تبلشين يمكن الرسمه، ولا وانت ترسمين يجيك هذا الالهام في حد ذاتها؟ هي تختلف من لوحه للوحه، ساعات يعني تكون الفكره تكون موجوده من قبل، ساعات وانا ارسم تتغير الفكره. يعني بعد على حسب الفنانين عندهم تركز. وايد الحلو انه في الرسم هذه الفتره ايمان صار مثل الفنون الثانيه، الموسيقى صار في احتراف. يعني تقدر تحترف هذه المهنه ويكون مصدر رزق بعد في النهايه. طبعا اكيد هذا الشيء اللي يعني صراحه لمسته مؤخرا خصوصا في البرنامج هنا. كثر الناس الفنانين اللي جو يعني حولوا هوايتهم وشغفهم الى شيء يعيشون منه، كمشروع خاص فيهم. شيء وايد حلو نشوفه، يمكن في السابق ما كان هذا الشيء موجود واضح، الحين واضح موجود. ما شاء الله البحرينيين مبدعين سواء في الرسم ولا في كل المجالات. في كل شيء. وخلال هالفترة يمكن زبيدة توافقيني الرأي، في فترة الكورونا مع الأوضاع الواحد صار يعني يحاول يطور من نفسه أكثر في هوايته وموهبته. شكله كلهم في وقت الكورونا مسويته. لا اللي وقت الكورونا هذه حلوة. وهذه. ما شاء الله. هذه؟ اي. اوكي. فيها حزن ذي. اي هذه حق مع احداث بيروت. مع احداث بيروت. والله حلوة حتى ذيك. انا ودي اتكلم عن اللوحة يمكن موجودة هناك اللي فيها مطر صح؟ اي. اي. هذه شوية يمكن فيها تكنيك صعب زبيدة انك تحطين يعني القطرات. هذه شاركت فيها في مسابقة، انا موظفة في بنك البحرين الوطني، شاركت في مسابقة حق المواهب. وفزت في المركز الثاني فيها، بس هذه اكثر من مجرد مشاركه، هذه حاولت ان انا انشر وعي اكثر. حلو. يعني هذه توصيل رساله. اي انا رسمت هالرسمه بحق جمعيه حقوق الطفل ما شاء الله في البحرين. يعني شلون تيجي الافكار؟ هي مثلا هذه سويتي حق يعني كوز معين، شلون تيجي الافكار دائما وقت انت الحين بترسمين؟ يلهمك شيء معين ولا دايركت؟ انا هذه الفكره شفت المكان وحبيت ان انا انشر وعي، ان بغيت ان الناس يعرفون عن هالمكان اكثر، لان اي احد كنت اكلم عن المكان ما كانوا يعرفون عنه. فكنت ابي اشارك في المسابقه وبغيت ان انا انشر وعي مره واحده، يعني في توصيل فرصه رسالة. واحده صح. تفضلي كملي رسمك ان شاء الله. نسولف وياك بس احنا بعد متحمسين بنشوف النتيجه النهائيه. مزارقه لحد الحين، بس انا الحين شفت حطت الازرق عقب دمجت معاه شوي لون
اي لون ثاني بدل الاشياء اللي ما تعرفين تسويها. اي الاشياء اللي صعبه علي. فوق السماء اوكي سهل. عطني لون ازرق وبلون. حلو راشد يعني كان موجود معنا المخرج راشد خلاص اي كان بيقول لك سوي شيء بعد. هو ما شاء الله من شوي كان يقول لي ترى قبل فنان ترى راشد إيه؟ يقول لي ترى كل شيء فان في برنامجكم. كل شيء فان صار صباحي. لا ما شاء الله عليه راشد يعني يمكن كان يراويني من فتره الصوره له وهو راسم على طوفة بس ما شاء الله عليه مبدع. مبدع المفروض احنا نيبي نستضيفه هني. هذا شيء جديد انا ما اعرف. خلي احد عند المكسر. خلاص لازم نيبي. الحين قاعد تدمجين الحين لون ثاني صح زبيدة؟ اي. والالوان تحصلينها في كل مكان. اي. يعني مو من الالوان الصعبة يعني. مع الفرشاة. اي متواجدة. نوع الفرشاة تختلف بعد زبيدة من لوحة للوحة؟ من خامة لخامة. من خامة لخامة. يعني الاويل نستخدم لهم فرش غير عن المائيه والاكريليك. ايش قد وقت ياخذ لها مثلا مثل هذه اللوحه الدويريه الصغيره هذه؟ ان شاء الله لنهايه اللقاء ساعه تقريبا. ان شاء الله. بس انت عاده ايش قد ياخذ لك كلوحات يعني تاخذين وقتك فيها؟ هو كل لوحه هذه يومين خذ لك هذه يومين. مو بوايد ساعات عمل فيها يعني كثر. هذه وايد طولت فيها. شنو اللي طول الاساس لما تحطين الاساس الرسمه بدايه؟ حتى الفكره هي تطول اكثر. الفكره لما زي في فتره سويتي فكره وبعدين قلتي لا ما وصلت الفكره 100% يعني يهمك هذا الشيء؟ يعني اغير في اللوحه. تغيرين فيها تطورين؟ هذه تغيرت الفكره مع الرسم. اوكي. يعني ساعات قلت لك يطلع لك شيء جديد غير يعني اغير لو ما ابي ارسمها شيء اغير. ويحصل هالامور وايد تحصل الفتره؟ اي على حسب. ودي اسالك بعد زبيده وانت تلونين يعني ادري يمكن صعب ان انت تشتغلين بس اخذي راحتك عشان الوقت عشان انا مستعجله. لا لا ابي اعرف هل فكرتي تجين حق موضوع الرسم بالديجيتال ولا لا انت الحين تحبين هذه الطريقه؟ جربت والله قبل بس شوي ضايقني الموضوع لان احس شوي تعب العين وايد. يتعب العين اي لان فيها تفاصيل لازم تركزين عليها عكس اللوحه اللي تكون قدامك. اي ومع الاضاءه الجهاز وكذي يعني شوي تعب العين. بس يعني حسيت الفن التقليدي لا طعم غير يعني يبين الرسم ويبين متعوب عليه صح. ايش قد تتاثرين برسامين مثلا اخرين؟ هل تتابعين ناس معينه برا ممكن انك تتاثرين في رسمهم او شلون توصفين رسمك بعد مقارنه بباقي الرسامين؟ التشجيع يكون اكثر حق الفنان انه يطال انه يحاول انه هو مو بس يكون في نقطه معينه يطور من نفسه يكون على طول مع تحدي مع نفسه. يعني ما شاء الله على زبيدة انت ما درستي يمكن الرسم ما درستي الفن بس انت طورتي نفسك يعني يعني هذا الفن شويه صعب بالذات ان الرسم يعني عالم كبير وفي انواع مختلفه من الرسومات والفنون لكن انت تعلمتيها بنفسك يمكن الفنون هذه فحسيتي ان الموضوع صعب انك تطورين من نفسك. هل شفتي يعني فنانين حاولتي تتعلمين منهم يمكن مقاطع في اليوتيوب؟ صح. هو يكون اسهل لو كنت دارسه طبعا ما بياخذ لي وقت اكثر في اني اكتشف الموضوع بنفسي وغيره. اي بس انه بعد الموهبه وبعد يعني انه مع الممارسه كل شيء الواحد يقدر يسويه يعني. صح. اتوقع دائما الفنون اللي مثل الموسيقى او الرسم الموهبه تغلب الدراسه. تغلب الدراسه. الدراسه مهمه تعطيك الاساسيات. صح. ولكن بعدين انت وفنك يعني في ناس دارسه ولكن يمكن يعني موهبه اقل. اتوقع بعد يعني الدراسه تدعم الموهبه اكثر. صح. يعني صح. يمكن انت موهوب بالفطره وعندك يمكن الامكانيات بس تبي تكنيك معين هاي لازم يسهل عليك الدراسه. صح. ما شاء الله عليك. اكيد زبيدة احنا راح نرجع لك نشوف الرسمه النهائيه وتاخذينها بهدوء واحنا لا نزعجينك بنكمل فقراتنا وبنرجع لك. اما الحين مشاهدينا خلونا ننتقل لفاصل قصير وراجعين مع صباح الخميس لا تروحون بعيد. عودة مشاهدينا من بعد الفاصل. اليوم راح نتكلم عن موضوع مهم جدا ودائما نسمع عنه وهي مشاكل المفاصل وشلون ممكن نتعامل معها خصوصا مع الجلوس في البيت لوقت طويل وقلة الحركة. الحديث أكثر حول الموضوع معنا في الاستوديو الدكتورة إيمان مطر دكتورة علاج طبيعي. صباح الخير، رحب فيك اليوم في صيف البحرين.
صباح النور اخوي حمد واختي ايمان. يا هلا يا مرحبا، يا هلا فيكم وفي المشاهدين. يا هلا فيك. يعني يمكن ذكر زميلي حمد قبل شوي قال من كثره قعده البيت يمكن نحس بالام مفاصل، خصوصا خلال هذه الفتره اللي يمكن قلت الحركه، الروتين تغير. صح. دكتوره شنو لازم نسوي يعني عشان خلينا نقول هذه الالام ما نحس فيها، خصوصا مع هذه الجلسه الطويله اللي تكون في البيت، او شو ممكن هذه الفتره اللي احنا قاعدين فيها في البيت تاثر على المفاصل بشكل كبير؟ اوكي، طبعا احنا الحين حاليا في هالفتره، طبعا الفتره الاستثنائيه قعدتنا في البيت زادت وطولت نوعا ما، لان لحد الان احنا يعني ملتزمين بتوصيات منظمه الصحه العالميه. صح. وجهود الوطنيه في الفريق البحري للتصدي لفيروس كورونا، وارتبط جلوسنا في البيت بقله الحركه، وهذا الارتباط اللي شاع بيننا كلنا ارتباط خاطئ المفروض ان احنا نلغيه، لان قله الحركه وقله النشاط البدني بتاثر سلبا على جسم الانسان. صحيح. وعلى صحه الانسان. نفس ما تعرفون الله خلق الانسان في حركه وفي ديمومه مستمره. لو نرجع لأجدادنا كانوا يتحركون فيما لا يقل من 15 إلى 20 ساعة يومياً، لأن في تنقلات يتنقلون من مكان إلى آخر. إحنا قبل يعني صدق عندنا وسائل المواصلات بس استيل كنا نقدر نتحرك نروح ونيجي. الحين صار عندنا التعلم عن بعد، العمل عن بعد، هالأشياء كلها ربطت وجودنا في البيت أكثر، وارتبط وجودنا في البيت ان احنا بس مجرد اكل ومطبخ ونوم وراحه وكسل وخمول. صحيح. وهذا اعتقاد يعني هذا ارتباط جدا خاطئ، طبعا ياثر على سلبا على صحتنا، لان الله نفس ما قلت لكم خلقنا في حركه وديمومه مستمره. النشاط له ايجابيه على صحه المفاصل، على صحه الابدان، حتى على وظيفة وعمل الأجهزة والأنسجة الداخلية في الجسم. فهذا الشيء لازم نحطه في عين الاعتبار. وبعد لا ننسى يعني قلة الحركة عالميا تعتبر عامل من عوامل، يعني احتلت المرتبة الرابعة كعامل من عوامل الاختطار المسببة للوفيات. لأن مزاولة النشاط البدني بشكل مستمر لا مردود على الوقايه من بعض الامراض والحالات الصحيه. صحيح. يمكن دكتور دائما احنا نحث هنا في البرنامج على الرياضه في البيت، حتى لو كان كل شيء مثل ما قلنا كان في البدايه يعني مو موجود، حتى الانديه الرياضيه. صح. شنو العوامل الثانيه اللي ممكن تسبب في الالام وممكن تسبب حتى تاكل في المفاصل وهالامور هذه؟ يعني يمكن الرياضه قلتي انها مهمه، ولكن في اكيد عوامل ثانيه. نعم، هو في عوامل ثانيه. العوامل الثانية طبعاً أنا يعني نقسمها إلى عاملين، عوامل ميكانيكية وعوامل غير ميكانيكية. هو مو عوامل غير ميكانيكية، هو عامل واحد اللي هو عامل العمر، تقدم في العمر. طبعاً في أشياء يعني الله خلق الإنسان يعني لمرحلة من المراحل، كل ما تقدم في العمر عظامته أجهزته ما تكون نفس قبل. يعني أنا عظامتي وعضلاتي من 10 سنوات الحين مو نفس 10 سنوات، مو نفس عيالنا، مو نفس أحفادنا. فهاي نتيجة تغيرات فسيولوجية طبيعية تصير داخل الجسم، وهذا إحنا ما لا يد فيها. لكن إحنا نقدر نبطئ عملية التغيير الفسيولوجي اللي ممكن يصير عن طريق نفس ما تفضلت اللي هو عن طريق كعامل واحد اللي هو الرياضة. العوامل الثانية الله يسلمك غير عامل العمر، في عوامل ميكانيكية اللي هي زيادة الوزن، السمنة يعني هذا تأثر، أكيد تأثر. تصير ضغط على المفصل. تأثر، أيوة، تزيد الضغط واللود على المفاصل. طبعاً إحنا أكثر المفاصل اللي هي تكون يعني معرضة لالتهاب المفاصل اللي هي مفصل الركبة ومفصل الظهر، أسفل الظهر، الفقرات أسفل الظهر. طبعاً هاي ما لأنه ليش؟ لأن هذين المفصلين أكثر المفاصل اللي يأخذون اللود الجسم الإنسان. فيعني هاي يرتكز الضغط عليهم اكثر، يزيد عليهم اللود. فتصور يعني اذا انا ركبتي يعني قادره يعني تستحمل يعني كوزن معين، انا ازيد عليها اللود زياده، بالاضافه الى ان انا اسوي انماط حياه ثانيه، فيعني زاد اللود عليها، زاد الضغط على المفاصل، زاد على الاحتكاك، صار انتقلنا الى مرحله التهاب مفاصل وتاكل في الغضاريف. هاي كعامل ثاني. العامل الثالث اللي هو الاطيحات، الإصابات، الحوادث،
الاشياء اللي مفيد الواحد هاي تعتبر اصابه، يعني تعتبر عوامل بعد ميكانيكيه لان تسبب بعد لود على المفاصل. الشيء الاخير واللي احنا بعد في يدنا ان احنا نقدر نغيره اللي هي الاوضاع الغير صحيحه. احنا ما يعني حاليا في قعدتنا في البيت كله على التلفزيون قاعده على التلفزيون وانت في التلفزيون وانا في التلفزيون زين لا هو مو الوقت طويل، شوف يمكن القعده طويله بالضبط هو لفتره يعني. ايوه بالضبط القعدات تكون غلط الفترات تكون طويله. احنا مو شرط احنا يعني مو غلط ان احنا نقعد في البيت ونطالع التلفزيون ونطالع الموبايلات والسوشيال ميديا وهاي مو غلط طبعا هاي بعد لازم احنا نواكب التكنولوجيا والعصر اللي احنا عايشين فيه. الغلط ان احنا الطريقه القعده الغير صحيحه الفترات اللي احنا نقضيها احنا عيالنا مثلا على الكمبيوتر على الالعاب الالكترونيه كذا هذه كلها بعد كلها تاثر صح بشكل سلبي وكبير بالضبط. شيء ثاني لحد الان في ناس تاكل وتشرب على الارض لحد الان في ناس تقعد في الارض تتربع وهذه اوضاع غير صحيحه. هاي اوضاع لازم احنا نغيرها الى انماط حياه صحيحه صحيه اكثر بالضبط. ما ادري اعتقد ان الحين بعد الحمام الله يكرمكم العربي يعني المفروض اندثر بس ما ادري لحد الان بعض الناس التقليديين ما زالوا يحتفظون بهاي الشيء. فهالاشياء لازم ان احنا نبتدي نغير فيها لان هاي الاشياء العوامل اخوي تعتبر بعد مسببه لالتهاب المفاصل. يعني تغيير نمط الحياه تقصدين دكتوره بالضبط. بشكل يناسب يعني بشكل يناسبنا خلال هذه الفتره عشان نبتعد عن الالام نبتعد عن امراض ويعني المشاكل اللي تطلع في المفاصل. هو مو بس هذه الفتره، احنا هذه الفتره طلعت الموضوع اكثر لان احنا قبل كان في عندنا شويه حركه، انا بركب سياره بروح شغلي بروح سوق بروح بتمشى في مجمع الى اخره. احنا هالفتره انحصرنا يعني في البيوت قدر المستطاع ما نطلع الا للضروره القصوى. طبعا احنا مجتمع واعي ملتزمين بالتعليمات كلها لكن لازم مع التزامنا ان احنا نحاول ان احنا ما نخلي حتى الكورونا تاثر علينا في بيوتنا رغم التزامنا ما نبي تاثر علينا. يعني ممكن ناخذ الحركه تكون في البيت ننشط الحركه في البيت اكثر والحين ما شاء الله كثير يمكن قاموا يقدمون دورات ان شلون تسوون رياضه في البيت في البيت فالشيء مو صعب. دكتوره احنا نعرف ان في مسميات كثيره حق الالام اللي تطلع في المفاصل وفي يعني ما شاء الله انواع مختلفه فنبي نعرف المشاهدين عليها. يعني احنا يمكن نعرف بعض المسميات لكن كنا بنتعرف على المسميات عليك اكثر. في كثير يقول لك يمكن هاي ما يندرج تحت الموضوع اللي احنا قاعد نتكلم عنه اليوم. شوفي المسميات في 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 روماتيزم في روماتويد في عندك خشونه في التهاب. شوفوا يفرقون بينهم بين بعض. شوف الروماتويد الروماتويد والروماتيزم خلينا نقول والتهاب المفاصل الخشونه التاكل كلها تعتبر امراض في العظام. أمراض يعني تصيب الجهاز العضلي الحركي اللي يجمعهم نفس ما قلنا كلهم إنه هالجهاز جهاز العظم الحركي أساساً. الروماتويد يختلف عن الروماتيزم، هو الأمراض الروماتيزم هي أمراض العظام. الروماتيزم نفسه اللي هو الالتهاب المفاصل يختلف ضمنياً بشكل كبير عن الروماتويد. الروماتويد هو عبارة عن خلل مناعي في جسم الإنسان. إذا صار عندي خلل مناعي في جسم الإنسان يبتدي شلون؟ إحنا عارفين إن الجهاز المناعة وظيفته في الجسم شنو؟ إنه هو يحارب مع الجسم ضد الفيروسات ضد الميكروبات الخارجية. لما يصير خلل في الجهاز المناعي يبتدي الجهاز الجسم شنو يحارب؟ روحه، ما يحارب الفيروسات والميكروبات، يبتدي يحارب روحه وبالأخص بعد يحارب المواد المكونة للعظام، فهو خلل مناعي. في حين التهاب المفاصل مو خلل مناعي. الخلل المناعي ممكن يكون وراثي بعد، ممكن يورث، في حين الثاني لا يورث. لا دكتوره بس خلينا اسالك روماتويد اذا صح اسمه روماتويد ارثرايتس. دكتوره ممكن يخلي يعني العظام يكون عندنا اقل يعني يكون في هشاشة عظام، ممكن يسبب هشاشة عظام؟ اثنيناتهم ممكن يسببون هشاشة العظام. الروماتويد بعد خلي يعني افصل لك اكثر في المقارنة، ممكن يصيب جميع الاعمار. يعني ممكن تشوفين صغار متوسطي العمر وكبار. التهاب المفاصل لا، هاي اغلب شو اسمه
يكون في المرحلة كبار السن. كبار السن طبعا احنا مع الحين الظروف، اذا صار عندنا اكثر من عامل متجمع، انا متينة وانا ما التزم بالاوضاع الصحيحة، حتى لو انا عمري في متوسط العمر انا ممكن يصيدني هاي المشاكل. فاقول لك في اختلاف ما بين المرضين نفسهم، احتكاك، خشونة، هاي كلها التهاب مفاصل، كلها أعراض أعراض لالتهاب المفاصل. يمكن دكتورة لو أنا لفت نظري في البداية يوم قلتي الواحد يعني زيادة الوزن وايد يأثر في المفاصل، فيعني هل أنت تنصحينهم في البداية أن ينزل وزنهم في البداية قبل العلاج، ولا تعالجينهم وهم قاعدين ينزلون وزنهم؟ شنو الطريقة في هذا الموضوع؟ في العلاج الطبيعي قصدك؟ طبعا شوف، العلاج الطبيعي لازم نحط في بالنا النقط على الحروف، ان العلاج الطبيعي مو الوصفة السحرية ولا هو نهاية العلاجات، اوكي؟ وفي نفس الوقت مو هو على اللغة الدارجة مالتنا مو مسحة نبي، ان انا بعطيك جلسة جلستين وبصيرين لي سوبر وومن او سوبر مان، ان شو اسمه، وإيد واحدة دائماً. أنا دائماً أقول لهم ما تصفق. فهذا لازم ينحط كونسبت ومبدأ في عند أي مريض ياي عندي، طريقة حياة تغيرها، إيه، أسلوب حياة ونمط حياة. إذا أنا بعطي جلسات علاج طبيعي وبحسن في وضعية المريض نفسه، والمريض يروح متين، أوضاعه غلط، نمط حياته غلط، أكله شربه كذا الأشياء كلها، ما بستفيد. نفس ما قلنا، ايد واحده ما تصفق. ولازم نحط، انا دائما يعني اقول لهم من البدايه، واقول حق كل المشاهدين، هدفنا في العلاج الطبيعي هو تحقيق هدفين، اوكي؟ رقم واحد هو تسكين وتخفيف الالم، لان المشكله موجوده. يعني حتى الادويه اللي بيعطيها الدكتور من كورتيزون، من انتي انفلاماتوري، ضد المضادات ضد الالتهاب وكذا، هاي كلها بتكون يعني لي تسكين تخفيف الألم. فإحنا هدفنا تسكين وتخفيف الألم باستخدام الوسائل الطبيعية المقررة في العلاج الطبيعي حسب الخطة اللي حطها الأخصائي. الشيء الثاني إن أنا أحافظ على المفصل كما هو، والحالة الوظيفية للمفصل كما هي الآن، وأحاول أطورها ما تصير أسوأ، ما يصير فيها عندهم، نوصل لمرحلة إن يصير في عندهم تشوهات مفصلية أو ضمور في العضلة، أو الاحتكاك يزيد، أو الخشونة تزيد. عرفت شلون؟ أحياناً بعض المرضى بعد يسمعون صوت طقطقة، زين؟ هذه الطقطقة ترى يعني هي عارض من العوارض اللي تتوافق مع الالتهاب المفاصل، لأنه هو التهاب يكون في النسيج الغضروفي. هذا النسيج الغضروفي طبعاً جسم الإنسان كل عظمتين يلتقون مع بعض، ممكن حتى عظمة الصبع نفسها، كل عظمتين يلتقون مع بعض، في بينهم مثل الوسادة، مثل الكوشن، هذا اللي نسميه الغضروف. الغضروف دائماً يعني أشبهها بالإير كوشن، بالإير باج مالت السيارة. إيش وظيفتها؟ تمتص الصدمة، مو من أقل طيحة إن شو اسمه يصير للمشكلة، في نفس الوقت إنها تمنع الاحتكاك ما بين العظامة. ليش دكتور احنا وايد نعاني من الغضاريف؟ يعني مجتمعنا وايد يعاني من، يعني سواء رياضيين حتى الكبار في السن، يعني مقارنة المجتمعات يمكن أوروبية هناك، احنا مجتمعنا يعاني منها. ليش تحسين هذا الشيء؟ لأن أنماط حياتنا، قلة الحركة، قلة النشاط البدني، في نفس الوقت احنا قلت لك ما زال في ناس تقعد على الأرض حق الأكل أو حق القعدات، حق السوالف، حق اليالسة والميالس، يعني هاي كلها تأثر. أنا عندي رقم واحد قلة الحركة وقلة النشاط البدني. في بعضهم يعتبرون أنا طلعتي من المطبخ للصالة ترى أنا تحركت، نشاط إن هذا نشاط، وهذا خطأ طبعاً. يعني دكتورة ودي أسألك، لو في شخصيات شو يبي يأخذ العلاج الطبيعي وبتستمرين معه في الخطة، وفي نفس الوقت هو يلعب رياضة أو يكون رياضي، هل يقدر يوقف الرياضة ويستمر في العلاج بعدها يكمل رياضة، ولا يقدر يسوي شيئين في نفس الوقت؟ شوفي، هو يعتمد على حالة كل مريض، إحنا ما نقدر نعمم الشيء. كل مريض يعتبر قصة بروحه، حالة استثنائية بروحه. فإذا الرياضي هذا الشيء، الشخص إنه هو رياضي وحالته يعني ما في مضرة إنه هو يسوي التمارين الرياضة اللي يسويها، وأتأكد
اتاكد انه هو قاعد يسويها بالطريقه الصحيحه. لان في بعضهم يقول لك انا اسوي رياضه، انا اروح، انا ماشي ساعتين، انا كذا، انا يعني لا، شلون باي طريقه؟ هل تناسب عمرك؟ هل تناسب وزنك بعد؟ اذا انا اروح امشي ساعتين وانا وزني اوفرلود، وهاي بالعكس هاي مضره، هاي مو تسوي لود على المفصل. وفي نفس الوقت مو القضيه، مو قضيه خذوه فغلوه. لما اروح انصح واحد حق رياضه، ما انصحه ان اقول له الحين اليوم لازم تسوي ساعه، ما يصير. كل ما كان البرنامج تدريجي، كل ما كان في احتياطات اخرى. الاحتياطات الاخرى اللي هو الحذاء، لبس الحذاء، الملابس، شرب الماء، هالاشياء كلها لازم اخذها بعين الاعتبار. ارجع لسؤالك اخت ايمان، هو ما في مضره انه هو يكون في العلاج الطبيعي، في جلسات العلاج الطبيعي، ويلعب اذا كان الشيء مسموح له. اذروايز لا، اذا انا احس ان الرياضه اللي بسويها بتتعارض وبتتاثر سلبا على حالته، اكيد انا بعطي الناس دكتور. فتره العلاج الطبيعي عاده ايش كثر تاخذ؟ هل مثلا شهر، شهرين، ولا ثلاث، ولا تختلف بعد من حاله لحاله؟ شوفي، هو بعد تختلف من حاله الى حاله، لان العلاج الطبيعي فيه اكثر من تخصص. صح. في الجهاز العضلي الحركي حالاته غير، في الامراض الجهاز العصبي اللي هم الشلل والجلطات الله يسلمكم، والزهايمر والتصلب العصبي المتعدد، هذا غير. الاطفال غير، صحه المراه غير، فيتعرفين يعتمد طبعا هذا تعتمد حسب رؤيه الاخصائي، حسب تقييمه للحاله في البدايه، واعاده تقييمه عقب كم من جلسه. في احيانا نفس ما قلت لكم، احنا نوصل لمرحله احنا وي كانوت دو مور، هذا حدنا. نترك المجال للمريض للتاقلم، للتعايش، لان في نفس ما قلت لكم احنا هدفنا تخفيف. ودائما اقول لهم حطوا 20,000 خط تحت تخفيف. تخفيف، تسكين، مو ازاله. لان اذا صار في يعني تاكل في الغضروف بالعقل، انا اذا بسوي لكم اياه برجع الغضروف مكانه، اكيد بعقليه ما برجع. لكن ايش بسوي انا؟ بتكون لعبتي على العضلات، شلون بقوي، على اللي يحرك المفصل هي العضلات، اللي يحافظ على المفصل العضلات. فانا اذا قويت العضله المرتبطه بالمفصل هي اللي بتشيل اللود، تريح شوي، بتريح شوي بالضبط. بعد دكتوره ودي اسالك بخصوص العلاج الطبيعي، يمكن في بعض العلاجات اللي تسوونها ممكن المريض يسويها في البيت، صح؟ تصحون بعض المرضى انه يسوونها في البيت. نعم. فهل كل المرضى يقدرون يسوون التطبيقات اللي يطبقونها عندكم في المستشفيات او في العيادات في البيت، ولا يمكن في بعض الامور اللي انتم تسوونها صعب ان المريض يسويها بنفسه بالبيت؟ شوفي اخت ايمان، طبعا اذا انا بعطيهم سر شغلتي ومهنتي وسووا في البيت، اي انا ما شو اسمه لا، بس لان انا دائما اشوف اخصائيين يمكن علاج طبيعي، قلت انا اعطي بعض التمارين اللي اسويها في البيت. هذا العلاج المنزلي، هاي الهوم بروجرام، هذا شيء احنا ما نقدر نقول عنه شيء لا غبار عليه سابقا، وهالفتره جدا 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 مهم. هذا جزء من العلاج الطبيعي اصلا، اللي لما نعطي استشاره للمريض انك تسوي كذا وكذا وكذا. خب انا ما بعطي كل شيء، اي اكيد، لان انا دائما يعني انا شخصيا ما يعني ضد ان انا اعطي كل شيء حق المريض. كل التمارين اعطيها حق المريض ما يصير. تعرفي ليش؟ تخيل روحك طالب وتعطيش قد واجبات، بروح البيت ما بيسوي ولا واجب. صح صح، انا اعطيه تمرين تمرينين ركز عليهم، ولما تيني مره ثانيه انا بسوي ابديت وابجريد حق التمارين. هو يساعدك في العلاج بالضبط. هو انا قلت لك ايد واحده ما تصفق طبعا، لازم ان يكون البرنامج مبني على توافق ما بين الاخصائي شنو بحط، ولازم يفهم المريض انه لازم يسوي كيت وكيت وكيت. لازم المريض يكون ملتزم بعد، ويكون ملتزم. وانا من البدايه اقول انا هاي اللي اقدر اسوي لك اياه، انا واحده ما اقدر بروحي اسوي، بسوي كذا وكذا وكذا. يكون هو مطلع على خطة العلاج، ويكون هو جزء منها بعد. مثلا يقول لك مثلا انا ما اقدر، ما عندي هالشيء في البيت، مو شرط، انا ممكن اخترع له، انا ما عندي هاي الجهه، هل مثلا هالروله مثلا، مو مشكله، خذ لك فوطه ولفها وكلوتها وهاي روله، خذ لك كوشن وسويه. فدائما نعطي الاشياء السمبل البراكتيكال العمليه اللي يقدر اي مريض، ومتوفره دائما في البيوت يعني. نعم. عشان ما تعطين شيء اوفر في النهايه ما بيسوي. صح دكتوره، يمكن انا في موضوع انه شلون الواحد يحافظ على مفاصله، حق الناس يمكن اللي يتابعونا الحين عنده الام خفيفه، يعني ممكن انه يقول لا انا ما احتاج دكتور، ما احتاج علاج طبيعي، ما احتاج شيء. فمتى الواحد يعرف انه ترى انا المفروض الحين اروح حق
دكتور العلاج الطبيعي او دكتور العظام. انا في ناس مثلا حتى في التمارين عندنا، انا مثلا اشوف ناس تتمرن عنده الام لكن يلفها ويواصل، ما شنو الاعراض اللي بتطلع عليه ما تدري، يمكن يزيد يمكن تتطور، يصعب المهمه عليك بعد. فمتى الواحد يعرف ترى ان انا خلاص لازم اروح سواء الالام او طقطقه او شنو المفروض انه يشوفه في جسمه ويروح للدكتور؟ شوف اخوي حمد، مو من اقل انا بروح اركض على المستشفى. وصدقني كل المرضى اللي يجون المستشفيات، خلينا نقول الماجوريتي والاغلبيه منهم ما ياو المستشفى الا لانهم متازمين 100% من حالتهم. فلما الالم يزيد عن حده، وفي اشياء احنا ننصح الجمهور والمجتمع كله، يعني وفي اشياء احسن من تراثنا واجدادنا، يعني انا اذا طحت وكذا على طول روح، اذا طاح الياهل على طول روح نركض نجيب له ثلج ونحط له، صح ولا لا؟ صح. اذا صادني شد عضلي وما ادري شنو اروح اخذ جمود واحطه، صح. زين، ففي اشياء احنا نقدر نسويها، هو المريض والمريض ترى مطلع، يعني الحين المجتمع واعي مو نفس قبل، وعي اكثر. احيانا بعض المرضى يجون وياهم التشخيص وياهم العلاج وبس تعالي يا ايمان سوي لنا، يعني ما يصير، الله لازم انا بعد يعني يكون لي رؤيه، طبعا لي رؤيه في هالموضوع، فحص الحاله، تصنيف الحاله، شنو اقدر انه شو اسمه، بالاضافه الى تشخيص الدكتور اللي محاول الحاله. فاقول لك هو الحين يعني الناس عارفين، وفي اشياء مثلا اذا في المجال الرياضي يعرفون، يعني الاصابات اللي تصير، البانديجينج اللي تصير، الفيرست ايد هذا اللي ممكن تصير. كل ما كان الالم يعني محتمل ويقدر يسوي له كنترول ويتحكم فيه، هذا ما يحتاج تدخل شو اسمه، ممكن استشاره اونلاين. احنا الحين شغلنا كله اونلاين، صح. يعني استشاره على واتساب، استشاره على انستغرام، هذا تكفي. وبالعكس يعني كل ما انت صار عندك تاثير على الاخرين ويقتنعون بحكيك ويطبقونه، فبالعكس يكون لهم، فيعرفون شلون يديرون ويتحكمون بآلامهم. يعني دائما دكتورة تركزين على النشاط البدني، النشاط البدني. يعني اكيد نشكر تواجد الدكتورة ايمان مطر، دكتورة علاج طبيعي، وشكرا لك على هذه المعلومات. الله يسلمكم، الله يخليكم، يعطيكم العافية. قصة ريشات العنقاء الثلاث للكاتبة ندى الفردان، استمتعنا لجزء منها، وحلقة هذا الأسبوع نستمع للبقية ونشوف هل راح تساعد الحيوانات العنقاء في البحث عن ريشاتها بعد ما فقدتهم. خلينا نشوف. السلام عليكم أحباء الصغار، وأهلا وسهلا فيكم في فقرة حكاية قطر الندى. اليوم راح نكمل قصتنا ريشات العنقاء الثلاث، ونشوف شلون الحيوانات راح يساعدونها في إيجاد ريشاتها الضائعات. راحت الحيوانات تنظر لبعضها البعض باستغراب، ثم قالت فافي مستهجنة كلام الجدة: ولكن يا جدتي، إن الريشتين معلقتان عاليا فوق الأشجار، فكيف سينجح أصدقاؤنا الحيوانات في إيجادهما وهم لا يستطيعون الطيران؟ ومن قال أننا نحتاج لأجنحة لننجح في مهمة البحث؟ قالت الفيلة الحكيمة مستنكرة ذلك: إن هدفنا هو إيجاد الريشتين وليس الطيران، أليس كذلك؟ راحت الحيوانات تفكر مليا في كلام الفيلة الحكيمة وهزت رؤوسها موافقة. تقدم كبير القرود قائلا: أنا ومجموعة القرود مهارتنا في تسلق الأشجار ليس لها مثيل، وكم يسعدنا أن نقدم المساعدة للعنقاء الطيبة، سنتسلق أعالي الأشجار إلى أن نجد لها ريشتها الضائعة. ثم تقدمت كبيرة الزرافة مبدية استعدادها للمساعدة والانضمام إلى فريق البحث أيضا، وقالت: أنا وقطيع الزرافة برقابنا الطويلة سنجول بين كل هذه الأشجار نتفحص أعاليها إلى أن نعثر على الريشة الثالثة. ابتهجت العنقاء لرؤية الحيوانات وهم يعرضون مساعدتها، انحنت خافضة جناحيها وعنقها الطويل شاكرة إياهم على شهامتهم ومؤازرتهم لها. راحت الفيلة الحكيمة تحث المتطوعين في فريق البحث بالتحرك فوراً والبحث عن الريشات الضائعات حتى لا يداهمهم ظلام الليل.
قال أحد الفيلة: أيتها الفيلة الحكيمة، ونحن أيضا يجب علينا أن نخط الخطى إلى منبع النهر حيث نسقي العنقاء العطشة. كانت الفيلة الحكيمة في حيرة من أمرها، فهي تعلم أن الوصول إلى منبع النهر سيحتاج إلى أيام عدة، وتخشى ألا تصمد العنقاء المنهكة كل هذه المدة، لذا طلبت من القطيع التمهل قبل معاودة السير حتى تفكر في حل ما. وبينما كانت فافي الصغيرة تلعب بالطين، خطرت ببالها فكرة رائعة، فصرخت منادية جدتها: جدتي، ومن قال أننا نحتاج إلى منبع النهر؟ إن هدفنا هو إيجاد الماء وليس النهر، أليس كذلك؟ لم تفهم الجدة الحكيمة المقصد، فاستطردت فافي موضحة: سأصنع من هذا الطين وعاء أجمع به قطرات الماء والندى. رفعت الأفيال صوتها بالنهيم مباركة هذا الاقتراح الذي سينقذ صديقتهم العنقاء من الهلاك. وعلى الفور هبت فافي بنشاط لتصنع بخرطومها وعاء تجمع فيه قطرات الماء وتنفذ فكرتها وهي مؤمنة بنجاحها. ورغم الحر الشديد وقحط المياه، إلا أن الشجيرات لم تبخل على الدغفلة بما لديها من مياه، فراحت تعصر أوراقها لتتساقط قطرات الماء في الوعاء الذي صنعته الفيلة الصغيرة. وفي أثناء ذلك كان فريق البحث عن ريشات العنقاء يواصل بحثه، فكان العقبان وسربه يحلقون بعيدا وعاليا في السماء دائرين بأبصارهم الثاقبة أرجاء السافانا. أما القرود النشيطين فقد أخذوا يتسلقون الأشجار الواحدة تلو الأخرى يفتشون ما بين الأغصان، فيما كانت الزرافة فارعات الطول يتفحصن قمم الأشجار بحثا عن الريش الضائع. وما إن امتلأ وعاء فافي أخيرا بالمياه حتى هرأت إلى العنقاء المنهكة التي راحت تنهل الماء بلهفة شديدة. شربت العنقاء وارتوت وشكرت دغفولة الصغيرة شكرا جزيلا، ثم التفتت إلى الفيلة الحكيمة قائلة: إن حفيدتك لماحة وذكية، ومن تبتدع حلولا مبتكرة لابد وأن تكون قائدة محنكة كجدتها في يوم من الأيام. شعرت فافي بالسعادة لدى سماعها كلام العنقاء، ولكن قلقها على صديقتها الجديدة لم ينتهي بعد، فقد قارب النهار على الانقضاء ولم يعد بعد المتطوعون. جلس الجميع ينتظرون فريق البحث على وجل، بينما كانت العنقاء كل ما يشغل تفكيرها هو الطيور العطشة التي تنتظرها هناك في مصر. وأخيرا وقبل غروب الشمس بدقائق، عاد المتطوعون كل زمرة منهم حاملة ريشة من ريشات العنقاء. هلل الحيوانات لدى رؤيتهم أصدقائهم، فنهمت الفيلة ونهقت الحمير الوحشية وزقزقت العصافير وخارت الجواميس، كلهم فرحون باستعادة ريشات العنقاء الثلاث. وبعد مساعدة العنقاء على تركيب ريشها الطويل، ظهر ضوء ساطع شق عنان السماء المظلمة، فقد استطاعت الريشات السحرية أن ترجع للعنقاء عافيتها وقوتها. وما هي إلا لحظات حتى وقفت ملكة الطيور على قدميها وفردت كلي جناحيها وتوهجت توهج البدر في ليلة تمامه. كان امتنان العنقاء عظيما للمعروف الذي صنعه الطيور والحيوانات برعايتها وإعادة ريشها الضائع، لذلك أرادت أن تكافئهم على معروفهم هذا، فضربت بذيلها السحري مجرى النهر الجاف. وما هي إلا لحظات إلا وتفجر ينبوع يزخر بالمياه،
فتدافعت الحيوانات العطشة لتروي ظمأها الشديد. شكرت الفيلة الحكيمة العنقاء على هديتها السخية وطلبت منها أن تقضي ليلتها معهم، إلا أن العنقاء اعتذرت وأصرت على الرحيل لتنقذ أصدقائها الطيور. تفهمت الفيلة الحكيمة إصرار العنقاء وأكبرت فيها حبها للمساعدة، ثم شرحت لها كيف تصل إلى مصر شمالا. كانت فافي تسترق السم، ولأنها لم ترد أن تغادرهم العنقاء سريعا حاولت إثناءها عن السفر في ظلام الليل. أيتها العنقاء الجميلة، كيف ستطيرين في هذا الظلام؟ أليس من الأفضل لك أن تنتظري حتى يطلع ضوء النهار لكي تستدلي على وجهتك؟ ومن قال أنني أحتاج إلى ضوء النهار لإدراك غايتي؟ إن هدفي هو الوصول إلى مصر شمالا، أليس كذلك؟ قالت العنقاء ذلك وهي تغمز بعينها للجدة، فأومأت الفيلة الحكيمة برأسها وكأنها فهمت ما رمت إليه العنقاء، ثم مدت خرطومها مشيرة إلى نجم ساطع في السماء. إذن لابد وأنك ستتبعين نجم الشمال ليدلك على الطريق الصحيح. أتمنى لك رحلة موفقة وميسرة يا عزيزتي. احتضنت فافي العنقاء مودعة ومتمنية لها رحلة سالمة. وهكذا غادرت العنقاء في تلك الليلة، ولكن ظلت الدغفلة الصغيرة تتذكرها دائما حتى عندما كبرت وأصبحت كهلة. ظلت تنظر إلى نجمة الشمال في كل ليلة آملة أن تعاود العنقاء زيارتهم من جديد. همست أختخ لجدته: جدتي، أكنت أنت تلك الدغفلة الصغيرة؟ لم تجب كبيرة الفيلة على السؤال، بل كل ما فعلته هو أنها احتضنت حفيدها الصغير بكنفها الدافئ. لم يعرف تختخ إن كانت العنقاء حقيقة عاصرتها جدته أم أسطورة خيالية، وفي كلتا الحالتين فإن تختخ قد استمتع كثيرا بسماع قصة العنقاء ورشاتها الثلاث، ونام ليلته وهو يشعر بالدفء والسعادة في حضن جدته الحكيمة، وراح يحلم بكرته الصغيرة والذي كان على ثقة بأن يجدها بمساعدة جدته. النهاية. أتمنى أن تكونوا أنتم أيضا قد استمتعتم بحكاية رشات العنقاء. أراكم الأسبوع المقبل، إلى اللقاء. عودة لكم من جديد مشاهدينا مع فنانتنا التشكيلية زبيدة. طبعا هذه هي النتيجة النهائية للوحة، صراحة شيء مع بعض. هذه في ساعة صارت، أقل من ساعة. أنا مصدومة، ما أدري أروح هناك عشان يعني أشوف اللوحة عدل، لأن أنا الصراحة يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله حبيت إيه صايرت كريسبي 3D 3D وكريسبي حلوة ما شاء الله. احنا هديناش في اقل من ساعة زبيدة، لكن متأكد انت ما صورتيها ورديتي طبعتيها، لان ما شاء الله عليك ما شاء الله عين عليك عين عليك باردة. زبيدة تشاركين طبعا في مسابقات او في معارض صح؟ وشون تشوفين هذه المشاركة اليوم كثير في من الفنانين الرسامين البحرينيين المتميزين؟ المشاركة كفنانين شباب وايد يعطيهم دافع على انهم يطورون من نفسهم. تحديات تصير بين الشباب، يعني كل واحد يبي يعطي احسن ما عنده صح عشان يطلع. وهذه المشاركة اكيد تفيدك انت كرسامة، تستفيدين حتى من خبرات غيرك في المعارض. نعم. صح. ما فكرتي تعرضينهم في معرض ولا هذه معرض كانت خاصة؟ في معرض معرض اجيال في الدمام، اجيال 2 اجيال الثاني، معرض اجيال الثاني في الدمام كان. يعني ما شاء الله عليك زبيدة، الصراحة احنا وايد سعيدين بتواجدك اليوم ويانا، ويعني انا صراحة وايد حابة اللوحة. في فترة قصيرة قدرتي ترسمينها في تكنيك معين، الالوان يمكن حتى التباين، تباين الموج كان جدا جميل. فاكيد شكرا تواجد زبيدة جناحي، وشرفتينا ونورتينا في صيف البحرين. شكرا على استضافتكم، مشكورين حبيبتي. شكرا لك. اكيد مشاهدينا وصلنا الى ختام حلقتنا لليوم، ومثل ما نقول
يوم الخميس. هابي ويكند. هابي ويكند. مع السلامة.